بروح على الجيو داتابيس الموجود عندي في هذا المشروع. بنجرب الطريقة الأولى، نعمل رايت كليك ونيو فيتشر كلاس، نسميها داتا 3D رقم 1 طبقة. طبعا جميع هذول الطبقات، طبعا الطبقات المعروفة اللي هي البولجون واللاين والبوينت، لكن في عنا المالتي باتش راح نقوم باستخدامها. طبعا خيار الزد فاليو، قيم الزد لازم تكون مفعلة لأنه هذا خاط بالبيانات اللي 3D، لذلك أنا ما بقدر ألغيها، فباي ديفولت بتيجي مفعلة وهو المطلوب. بالنسبة للداتا أو الحقول، بيانات الحقول، يا بقوم بإنتاج أو بإنشاء هاي الحقول أو بقدر أستوردهم من طبقة موجودة عندي. طبعا عندي طبقة المباني، الحقول اللي راح نستخدمهم، بنضغط على فينيش. لو رحنا على الداتابيس الموجودة عندنا بنشاهد هاي الطبقة بعد ما قمنا بإنشائها بهاي الأيقونة خاصة بالمالتي باتش. بقدر أقوم بتغيير السيمبولوجي، نختار هذا اللون على سبيل المثال، ونقوم بإخفاء جميع الطبقات الموجودة عندنا ما عدا طبقة الأبنية. عندنا طبقة الأبنية وعندنا طبقة المالتي باتش. بقدر اجي اعمل سيلكت على اي مجموعة مباني، هاي 4 مباني، نعملهم رايت كليك ومن ثم كوبي. بعدها بنختار من التاب الخاصة بالتحرير، بنختار اللصق المكاني، نختار اسم الطبقة اللي هي داتا 3D، نضغط على موافق او اوكي، بيظهر عنا المباني بهاي الطريقة. بهاي الطريقة عنا المباني بهذا الشكل. قمنا بإنشاء طبقة ومن ثم نسخ ولصق المعالم. الطريقة الثانية، احنا بنقدر هاي الطبقة نعملها زوم تو لاير اللي فيها 549 بناء، نحولهم لمالتي باتش. نروح على التبويب الخاصة بالميو، على الجيو بروسيسنج، نروح على صندوق الأدوات الخاص بال 3D، نختار على أول صندوق أدوات 3D فيتشر مجموعة أدوات التحويل، ونروح على الأداة اللي اسمها لاير 3D تو فيتشر كلاس. نقوم بعمل سيف، هاي إيديت، ونعمل سيف أو من خلال هاي الأيقونة، هاي عملنا احنا هيك سيف. نختار هاي الطبقة، هاي الاسم المخرج، نخليه بهذا الاسم داتا 3D رقم 2، باقي الاعدادات بنخليها افتراضية زي ما هي، ونضغط على رن. هيك احنا قمنا بتحويل جميع معالم الطبقة من نوع بوليجون الى مالتي باتش. بعد الانتهاء من الاداة بنلاحظ النتيجة، نختار سيمبل معين للاظهار وليكن لون احمر على سبيل المثال، نعمل زوم تو لاير ونضغط عليها دبل كليك. من خلال هاي الفئة أو هاي القائمة الديسبلاي نفعل هذا الخيار، والإليفيشن نحكي له على الأرض الخيار الأول، نضغط أوكي، نعمل له كمان مرة زوم تو لاير. هيك إحنا نقدر نشاهده بطريقة أفضل، نقوم بإخفائها. نفس المعالم الموجودة عندنا. هذول طريقتين الحصول على طبقة متعددة الأوجه، والطريقة الثالثة انه انا بقدر ارسم البناء
مباشرة مثل ما كنا بعمليات الديجيتايزنج على 2D من خلال التبويب الخاصة بالإديت، بنروح على كرييت فيتشر، بنقوم رسم معلم جديد متعدد الأوجه واختار اسم الطبقة، ومن ثم نقوم برسم هذا المعلم. لو في عندنا صورة فضائية أو خريطة أساس نقوم برسم معلم جديد بهذه الطريقة. بعد الانتهاء نضغط على Finish أو F2 وإحنا قمنا بالانتهاء من رسم هذا البناية. نقوم بإزالة التحديد، ظهر عندنا بهذا الشكل. بعد ما قمنا برسمه بنقدر نعمل له كمان مرة تحديد، ونقوم برفع هذا البناء من خلال أدوات الخاصة بالتحرير. نعمل Edit Vertex، بظهر عندنا نقطة في الوسط، هاي النقطة نضغط على زر الفأرة ونقوم برفع البناء. أو مثلا بقدر أحددها مؤشر الماوس أو الفأرة، وأروح رايت كليك وأحكي له الهاي، خليه مثلا كمان 5 متر. نعمل تراجع نرجع نحدده، نعمل Edit Vertext وبنرفعه 9 أمتار. أيضا أي واجهة موجودة عندنا لأي بناء أو أي معلم بقدر من خلال تحديد هاي النقطة أو هاي الدائرة وأقوم بالسحب. لو أخذنا هاي الزاوية بنفس الطريقة أقدر أنا أقوم بسحبها، وبنرجع كمان مرة على هاي الأداة، أداة الانتقال. أنا هيك قمت بإنشاء المعلم والتعديل عليه. أيضا المعالم الثانية اللي تم نسخهم ولصقهم بقدر أحدد أي بناء أو أي معلم بنفس الطريقة، أقوم بالتحكم بجميع الواجهات، فقط نقوم بتحديد أي منطقة بدنا إياها، نحط مؤشر الماوس أو الفأرة على هاي الدائرة، ونقوم رايت كليك ونعملها هاي، نقوم بإضافة ارتفاع معين 5 متر، أو بنقوم بسحبها من خلال وضع مؤشر الماوس على أي واجهة. وبهاي الطريقة أيضا إذا أنا قمت بتحديد أي معلم نقوم بتحديد أي معلم أيضا في عنا أدوات تحرير لإعطاء شكل أو رمز معين للمعلم اللي أنا بقوم بتحديده. ومثلا هذا المعلم قمنا بتحديده، بنروح على هاي الأداة الموجودة عندنا، بيظهر عندنا عدة ألوان، مثلا هاي اللون الأحمر، نختار أي واجهة إحنا بدنا إياها وبتم عكس هذا اللون على الواجهات. إذا أنا ما بدي أقوم بتلوين الواجهات بضغط على هذا الخيار، نختار صورة معينة لأن نختار بناء أسهل، نعمل أداة التحديد ونروح على هذا البناء، نقوم بتحديده ومن ثم على هاي الأداة
من ثم على هذا الأمر نختار واجهة معينة نشوفها إحنا مناسبة، تظهر عنا بهذا الشكل. نقدر نعمل زوم من خلال هذا المربع بهاي الطريقة. بعد الانتهاء نضغط على Finish وكلير سيلكت، ظهرت عندنا بهذا الشكل. وأيضا لو موجودة عندنا صورة حقيقية لهذا البناء نقدر احنا نرفقها ونضيفها على جميع المعالم. لو في عندنا هذول الأبنية وقمنا بتصويرهم من جميع الزوايا، من السطح للواجهات الأمامية والخلفية والجانبية، نقدر نضيفهم على جهاز الحاسوب ومن ثم إرفاقهم كواجهات على المعالم المالتي باتش. بهذه الطريقة أنا بقوم بمحاكاة الواقع من خلال برنامج الـ ArcGIS Pro، وهذا هدف من مجموعة كبيرة من الأهداف عند استخدام أو التعامل مع الـ 3D Data داخل برنامج الـ ArcGIS Pro. ولضيق الوقت نكتفي بشرح هدول أدوات التحرير على طبقة من نوع مالتي باتش، وفي الأيام القادمة راح يتم شرح أمور ومواضيع متقدمة في عمليات التحرير على معالم الخاصة لطبقة من نوع مالتي باتش.